إن شاء الله رح نوقع اتفاقية اليوم مشتركة في مجال التدريب الإعلاميين في مجال لغة الإشارة، ورح نحكي طبعا عن أهم وأسباب ودواعي قيام هاي الشراكة، وهي شراكة طبعا يعني استراتيجية أنا بعتبرها بالنسبة لمجلس الوحدة الإعلامية وبتعيش بيناتنا. فإحنا للأسف بنشوف الاهتمام فقط بلغة الإشارة فقط بنشرات الأخبار المحلية، ولكن إحنا في هذا الاجتماع اليوم بهذا المؤتمر الصحفي نطالب وسنعمل، مش سنعمل إنه خلاص بس تروحوا هيك، لا، إحنا بلشنا نحكي مع جهات إنه تكون حتى البرامج الأفلام الوثائقية البرامج الصباحية يجب أن تتضمن لغة الإشارة. أمس أنا لفت نظري في إحدى المؤتمرات الصحفية بغزة وهم عم بيعملوا مؤتمر صحفي خارجي وبيعلنوا قبل وقف العدوان، كان في واحد من لغة الإشارة عند المنصة إذا انتبهتوا. يعني أنا كثير انبسطت لما صرت أشوف إنه في برضو قنوات إعلامية أو مؤسسات حكومية أو قطاع عام أو خاص عم بيشتغلوا على هذا الموضوع. الفيلم لازم يكون فيه لغة الإشارة، لأنه هذول الجماعة ما بنقدر إحنا والله نقول ما لهمش حق علينا، لا، لهم حق علينا إحنا كصحفيين وكإعلاميين وكمنتجين لنشرات الأخبار. الله أكبر، الله أكبر، ذكر الله. بدي أترك الأخ سامر يعرف ويحكي عن مركز ويحكي كمان عن هذه الشراكة. الله يعطيكم ألف عافية جميعاً، نشكر حضوركم طبعاً وهذا شرف كبير لنا وجودكم. إحنا اليوم اتفاقيتنا توقيعها مع الوحدة الإعلامية العربية شرف كبير لنا. إحنا كمترجمين لغة إشارة بشكل عام ما بنحكي أول شيء بالمركز، حاولنا سابقاً نسعى لهذا الهدف، نحاول ندمج الأشخاص الصم بالبرامج الوثائقية، برامج ترفيهية، برامج رياضية. لقينا ما في أي رد من الجهات المسؤولة بغض النظر هي كانت أردنية أو عربية. فقررنا ان ننشئ مركز هو يعتبر الاول على مستوى الشرق الاوسط خاص بتدريب لغه الاشاره. المركز هذا راح يكون مختص للاشخاص ذوي الاعاقه، راح نحاول ندمج الاشخاص ذوي الاعاقه بالمجتمع عشان يصيروا كل ما يطلعوا على التلفزيون يلاقوا شيء مختص فيهم، يقدروا يتابعوا التلفزيون، مش يجي الشخص الاصم بده يحضر على التلفزيون يحتاج ابنه او اخوه او يجي يقعد هو مش فاهم شيء. لازم يكون الشخص الأصم له كمان حريته بده يحضر إشي اللي بده إياه، مش شرط عشان هو يحضر إشي يكون ابنه بتابع نفس المسلسل. فإحنا قاعدين نحاول إنه الأشخاص الصم بالمجتمع العربي كامل يكون لهم دور فعال زي الأشخاص الطبيعيين، زي الأشخاص نفس الأشخاص الناطقين. فإحنا حالياً في هاي الاتفاقية بنسعى قاعدين بنشتغل مع الوحدة الإعلامية العربية لتحقيق هذا الهدف، وإن شاء الله إنه راح يتحقق هذا الهدف قريباً. اشتغلنا على موضوع كثير مهم بالنسبة لموضوع الأخبار. حالياً إنشأنا موقع إلكتروني مختص بلغة الإشارة. الموقع هذا راح يكون الأول طبعاً على مستوى الشرق الأوسط. الموقع شغال، عملنا فيه داتا، عملنا فيه إرشيف، أي حدا ممكن يفوت على الموقع راح يلاقي فيه أخبار مترجمة بلغة الإشارة وراح يكون الخبر منصوص تحت الترجمة. بالعمدة ما حطينا صوت لهدف واحد عشان بس نورجي الأشخاص الناطقين، لما أنت تكون جالس وعم تحضر فيديو وأنت مش فاهم إشي فعلياً هاي العملية العكسية للشخص الأصم، لما تكون تحط بس فويس الشخص الأصم عم بتطلع على صورة وهو مو فاهم. فاحنا بدنا نعيش المعاناة مع الاشخاص الصم عشان نقدر نحس فيهم. والله يعطيك العافيه. احنا في عندنا فيديو توضيحي بالنسبه للموقع الالكتروني، هلا احنا نضرب لكم اياه. بشكل احترافي، وهذا شيء طبعا انتم بتعرفوا في كل قناة يا بيكون عندهم مترجم لغة الإشارة او ما بيكون عندهم مترجم لغة إشارة. احنا مستعدين كمان في هذا المركز انه نزودهم باستمرار بمترجمين لغة الإشارة. ايضا ارسال رابط الموقع الالكتروني للمواقع الإخبارية الالكترونية ليتم انتقال متنقل الخدمة لموقع كامل متكامل ومتخصص بنقل الاخبار بلغه الاشاره. وانا بعتقد انه احنا في هاي الخطوه اللي احنا عم نشتغل عليها، وهي خطوه طبعا جديده في الوطن العربي، بنكون احنا نقلنا موضوع لغه الاشاره واصبحنا الان عم نعيش في حاله جديده ومرحله جديده في ادماج اللي هم الاعاقه السمعيه معنا احنا كصحفيين واعلاميين.
ويسعدني كمان بهاليوم وبوجودكم انه نعلن عن استحداث اول مركز اخباري لتدريب طلبة الصحافة والإعلام في الكليات والجامعات على لغة الإشارة وطلبة من ذوي الإعاقة السمعية. فطبعا هذا المركز الآن هو جاهز لاستقبال طلاب من الصحافة والإعلام من الجامعات طبعا اللي بتدرس الصحافة والإعلام. هذا سؤال كنت مجهزه. فرح ندرب طلاب صحافة وإعلام على لغة الإشارة لأنه برضو إحنا بنحس إنه الآن في فرص عمل رح تكون في هذا الموضوع، احنا بدنا نأهل فرص جديدة، وأنا بعتبر إنه هاي من الفرص الجديدة الآن في مجالنا احنا الإعلامي، بتعرف كل الناس بدها تصير يا مذيع يا مذيعة يا مصور وإلى آخره، ولكن لغة الإشارة هي لغة يعني أصبحت لغة إعلامية الآن، وإحنا بحاجة إليها، بحاجة السوق لإلها هذه الفرص. فإن شاء الله طبعًا هي القاعة اللي بتكون على يميننا هي اللي راح يكون مركز إخباري. وطبعا هذا طبعا كله من مبادرة ايضا بدنا نشكر مركز عصفور والاستاذ سامر الشريم على هاي المبادرة، بالاضافة انه احنا عم نجهز كمان استوديو، طبعا استوديو متكامل لنقل بعض نشرات الاخبار سواء كانت الاردنية او العربية، راح تكون طبعا في المكاتب الجانبية. ومثل ما خبرتكم يمكن قبل قليل حكينا ولكن خارج نطاق المؤتمر انه احنا انشأنا في العام الماضي أول أكاديمية إعلامية للأطفال في الوطن العربي، رح يكون طبعاً برضو مقرها في هذا الاستوديو إن شاء الله لتخريج أفواج من الطلبة أو من الأطفال طبعاً في الصحافة والإعلام. ما بعرف أخ سامر، إحنا ما نحكي بنقطة كثير مهمة في البداية، موضوع ترجمين لغة الإشارة، النقص الموجود في الأردن مش بس على مستوى الصحافة، هو موجود في كل مكان. حاليا عم نشتغل مع جهات حكوميه مختصه مع لجنه تطوير القطاع الحكومي بخصوص تامين مترجمين في كل دوائر الحكومه، بغض النظر كانت وزاره كانت مديريه كان مركز صحي كان مستشفى، عم نشتغل على هذا الموضوع لتطوير هاي الاشخاص. يعني احنا عم نشتغل بنجيب كادر مثلا من وزاره الصحه مختصين، تمام، اللي هم بيكونوا بنقدر نحكي عنهم اللي بيكونوا بالسجل التجاري، سوري بالسجل الطبي. هذول الاشخاص هم اللي لازم يتدربوا على استقبال أشخاص الصم عشان يعرفوا معاناتهم. إحنا بنحكي دائماً بقصة سابقة صارت مع شخص أصم، هو فات بيشتكي من إشي كثير خفيف اللي هو مغص في البطن، وصل لمرحلة إنه صار عنده زائدة بسبب إنه الأطباء مش فاهمين هو شو بده. فإحنا بنحاول دائماً دمج المترجمين في المجتمع، مترجمين الأردن بشكل عام كلهم ممتازين، فيش عنا فيهم أي مشاكل، تمام، بس عنا نقص في عدد المترجمين. وهون في المركز احنا قاعدين بنشتغل على هذا الموضوع، ان شاء الله قادرين نطور هاي الشغله، ان شاء الله المركز راح يحقق هاي الاهداف، راح نخدم الاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه بشكل خاص، راح نعمل على موضوع مش حيكون هدفنا مادي نهائيا، هدفنا انساني بحت للاشخاص الصم، الاشخاص اللي عانوا هاي المعاناه اللي احنا عشناها معهم من سنين. انا ما بحب احكي عن حالي كثير، بس انا كسامر انا مع الصم بشتغل ممكن من سنه 2008، شفت كثير معاناه لهم. الأشخاص الصم أشخاص هم لو قدرنا نتواصل معهم فبطل عندهم أي إعاقة، بطل عندهم إشي مؤيق، فبنقدر نحذف كلمة إعاقة من عندهم والله يجيب الخير. هو الأساس إنه هو إدماجهم طبعًا في طبعًا الحياة اللي إحنا عم نعيشها سواء حياة عملية أو اجتماعية بشكل أكبر وأوسع. الآن الخدمة اللي إحنا عم نشتغلها أيضًا على المؤسسات الخدمية اللي راح نطرحها مثلًا على مؤسسة الضمان الاجتماعي، على أمانة عمان، على برضو إدارة السير في الأردن، وبعض المؤسسات اللي بتقدم خدمات مباشرة للمجتمع أو لهي الفئة بالتحديد. يمكن تقولوا يمكن والله الفئة يمكن قليلة جدا ولكنها منتشرة، هي مظبوط قليلة ولكن موجودة، ما بنقدرش نهملها الفئة. احنا طبعا شفنا كثير من المؤسسات عملت شغلة مهمة انهم اوجدوا فرص عمل للي عنده إعاقة حركية على كرسي انه يشتغل في الكول سنتر، يشتغل في هذا، ولكن ايضا احنا هذول الناس ما بنقدر برضه نحطهم او نهمشهم، الاعاقه السمعيه موجوده بيناتنا ولازم ندافع عنها ولازم نقول لهم انه هذول موجودين، لازم يكونوا يعني مندمجين معنا في حياتنا العمليه والاجتماعيه وفي مؤسساتنا الرسميه او غير الرسميه. انا سعيد اني اليوم عم بلتقي مع نخبه من الزملاء، زمان ما شفتكم يعني، وان شاء الله بنجتمع دائما على خير، واي سؤال انا جاهز.
السلام عليكم، مساء الخير. مجموعة القلعة نيوز الإعلامية، الإعلامي أحمد السيد مدير إدارة العلاقات العامة ومسؤول البث الميداني لدى مجموعة القلعة نيوز. تطرقتم إلى الحديث، وكان الحديث يعني على مستوى ثقافي عالي، وأرحب بالزملاء والزميلات جميعا. تبادر إلى ذهني ما يتعلق مثلا كوسائط النقل العام أو المحال كالمولات أو الأماكن السياحية، مثلا كمراكز صيانة المركبات. هل ستعزز هذه الأماكن يعني بأشخاص؟ يعني ممكن تذهب أنت الآن إلى مثلا آثار جبل القلعة أو المدرج الروماني أو مثلا منطقة آثار جرش أو عجلون، وأنتم تعلموا بأن المملكة الحبيبة لدينا الكثير من الأماكن السياحية أو غيرها. هل سيكون بهذه المراكز إخوان مدربين من لأجل مساعدة الإخوة؟ بالنسبة للموضوع هذا، احنا حاليا حكينا وسبقنا سابقا انه حيتم العمل مع جميع الوزارات والدوائر الحكومية الأردنية، ومن ضمنها اكيد راح تكون وزارة السياحة، راح نشتغل على هذا الموضوع انه يكون على الاقل في شخص واحد مدرب يتواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية، عشان لما يوصلوا هذا المكان يلاقوا حدا يشرح لهم ايش الاثار الموجودة عندنا في الاردن. يعني حنشوف المواقع الاكثر زيارة، حنشتغل عليها وان شاء الله نقدر نحقق هذا الهدف لزيادة عدد المترجمين في كل مكان، في كل دائرة حكومية. هلا اما في مرحلة شغلتين في او خدمتين، اما بندرب احد كوادرهم على لغة الاشارة في هذا المركز، او بتم تزويدهم بشخص مدرب جاهز من هذا المركز. دكتور، كوسائط النقل مثلا شخص بده يطلع من مجمع سفريات الشمال او من مجمع سفريات الجنوب يتوجه الى مدينة العقبة، اول مرة ممكن انه بوصل للمجمع، يعني برضه هاي الامور يعني يا ريت يكون مثلا في المجمعات الرئيسية مندوب لكم او بما ترونه مناسبا ان شاء الله. احنا مخاطر الجهات الرسمية برضه كوزارة النقل او هي تنظيم قطاع النقل العام. شوف دائما قلت احنا برضه محصورين هنا بمدى استجابة الحكومة. احنا في عندنا تطوير للفكره هاي، حاليا احنا بنشتغل على تطوير هاي الفكره. حنسوي مركز كول سنتر، حيتم توزيع اجهزه تابلت على المراكز هاي اللي هي ما بيكون عليها مثلا نحكي رواد بشكل كبير، على اساس انه لما يجي شخص اصم بيقدر يرن على الكول سنتر، والكول سنتر مرئي بالضبط فيديو كول، فالكول سنتر هو راح يتواجد يكون موجود كانه المترجم موجود بالضبط. تفضل. إذا ما نختص إحنا بموضوع الأشخاص الصم أو الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ما يقارب نسبة الصم الموجودين في الأردن من 5-7%، طبعاً من جميع الفئات. يعني إحنا بنحكي معدل من 50-70 ألف أصم موجودين في الأردن موزعين على أنحاء المملكة. طبعاً الأغلبية العظمى معروفة دائماً بتكون في القرى أكثر من هي في بالمدينة، بالضبط هي الأطراف المدينة. بس ذلك يعني الموضوع موجودين وبكثرة. موجودين بكثرة، ويعني احنا حاولنا كثير نعالج هذا الموضوع انه دائما يكون في مترجمين، بس دائما حكينا في نقص المترجمين لكثرة الاشخاص بدول الإعاقة السمعية. تفضل استاذ. مساء الخير. مساء النور. ابتسام راجع اعلامي متخصصة بعلوم اللغة. طبعا هذا كثير مهم، لغة الاشارة في اول زمان 20 سنة تقريبا كنت أقول إنه مش لازم الواحد يتعامل بلغة الإشارة البيتية أو العادية. ضروري جدا إنه يحاول يتعلم علوم نطق علشان يقدر ينطق ويقدر يتعامل مع الناس ويقدر يتواصل. يعني بدون نطق أو بدون لغة إشارة مستحيل في تواصل. بدون تواصل مستحيل إنسان يكسب أي شيء بحياته. فطبعا في عمل إحنا دولنا العربية والأردن عدد كبير جدا 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 من الصم والبخم، بحاجة فعلا انه بالاول انه اهاليهم يكونوا عارفين لغة الاشارة، حتى بالاساس انهم اهاليهم يقدروا يتفاهم معهم. للاسف الشديد انه لا الام ولا الاب ولا الاخوان مهيئين انهم يقدروا يتعاملوا بلغة الاشارة الصحيحة. فللاسف الشديد هذا الشيء بحس بالنفس انه تكون صبية مثلا عمرها 14-15 سنة وفي عندها مشكلة كبيرة جدا تحاول تحكي لانها انها ما عم تفهم عليها شو عم بتقول او شو عم بتعاني. هلا الجو عفوا تفضل كمل. هذا شيء كثير يعني مهم. اسمحوا لي اجاوب عليه في سؤال ثاني. تفضل. اوكي تفضل. اعطيني دقيقتين خذ راحتك. ضروري
جدا تدريب لغه الاشاره. انا كثير سعيده كثير مبسوطه اني بسمع انه في هون عندنا انه مركز. هو اول مره بسمع انه المركز اول مره بسمع انه المركز. وانا كثير فعلا سعيده ومبسوطه، وطلبت قبل حوالي 4 أو 5 سنوات انه نعمل دورات في الجامعات نفسها حتى يعني المواد اللي تطرح في داخل الجامعه انه يكون في مترجم لغه الاشاره لهي المواد، او يكون في جزء مساق يعطي اساسيات لغه الاشاره. نعم، وفعلا اجتني موافقه من اكثر من جامعه انه احنا نطبق هذا الشيء. حتى في مره من المرات عملت دوره للرسوم البكم على اساس السلوكيات، انك انت كشب او صبي بتقدر تعتمد على حالك ويكون عندك انت ثقه بالنفس، يعني انت خلي ثقتك بنفسك واشتغل على حالك وما تخاف. هو بيخاف، عادة الشخص الأصم بيخاف، فأنت طالما أنت متعلم وبتقدر أنك أنت تقوم حياتك بطريقة صحيحة ما تخاف أبدا. تعملت أنا الدورة هاي بحزب الحياة الأردني وكانوا مشكورين يعني، وجبت دكاترة على أساس يشرحوا كيفية التواصل والتعامل وقديش ضروري أنك أنت تثق بنفسك حتى أنك تقدر يعني تمشي وتخطط لحالك بالشكل الصحيح. فللأسف الشديد يعني للأسف الشديد فعلا دخلت على إحدى الجامعات الحكومية هون الأردن، وفي طلاب طبعا بيدرسوا بالجامعات الحكومية كمبيوتر وبيدرسوا يعني دراسات مهمة يعني، فلقيتهم مستواهم ضعيف جدا جدا. المهم حاولت إني آخذ أكبر قدر ممكن من الناس اللي بتعرف لغة الإشارة وجبتهم معي على الدورة. المهم أخذت واحد متعمدي، أنا أخذت حدا من المترجمين للطلاب الدارسين بالبكالوريوس. نعم. المهم كانت بنت، فعندما كان يشرح الدكتور هي عم بترجم للطلاب للشباب، فأنا عم بطلع عليها، أنا بعرف لغة الإشارة يعني جيد بس إنه يعني نسيتها شوي. المهم بطلع عليها مش عم تترجم بلغة صحيحة، هي عم تنقل المعلومة والمعلومة مهمة جدا جدا، تشويش بالمعلومة لطيف جدا. نعم، خصوصا لما أكون أنا بجامعة وبدي يكون عندي معلومة من دكتور لازم أنا أخذها بشكل دقيق وصحيح، لأنه بالنهاية أنا بدي أشتغل في يوم من الأيام وأترك الحياة وأخذ المعلومة الصحيحة. نعم. جاوب؟ أنا بتجاوب على الموضوع هذا. يعني إحنا نرجع نحكيها، خطوة زي هاي بدها تكون بادرة في البداية من المجلس. احنا طرحنا الموضوع والموضوع تحت الدراسة، حاليا في الجامعات صارت مادة موجودة لغة الإشارة في الجامعات، تمام، وان شاء الله حتكون قريبا جدا في المدارس. هي لو كانت بس اساسيات تواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية، اساس الواحد يكون في عنده خلفية على هاي اللغة، فهي قريبا جدا راح تكون موجودة يعني، بس هي الموضوع مسألة وقت ان شاء الله. أكيد في يعني أي حدا بحب يتعلم، يعني هاي ثقافة بالنهاية، وهي لغة زي أي لغة ثانية. ثقافة كثير حلوة، وأنا فعلياً مهنة جديدة. أنا دائماً بقول هاي فرصة جديدة لطلابنا الصحافة والإعلام يتعلموها، لأنها مهنة هلأ بدوروا عليهم دوارة في مؤتمرات في أي مركز ومطلوبين. العالم عم بتطور، العالم عم بتطور إعلامياً، هم بحاجة. فأنا دائماً بقول حتى في إذا راح توزع عليكم إن شاء الله بيات معنا، نعم، راح تقولوا احنا بنوفر فرص عمل هنا لفئه جديده، سواء كانوا من الحاجه السمعيه او الاصحاء اللي حابين يتعلموا لغه الاشاره. فهي فرصه جديده. استاذ استاذ بسمه، بسمه العابد، مديره علاقات واعلام الاتحاد العالمي لحقوق الانسان ومديره موقع سلطان بدران. سؤالي أنا يمكن مع متطلبات العصر أو مع التطور اللي إحنا فيه، أكيد بما إنه الإعلام صار يعني إشي أساسي، هل هناك سيكون شراكة أو اتفاق أو يعني فكرة تطرحوها لوزارة التعليم العالي اللي هي مع بما إنكم سبتوا شراكة عفواً مع مركز عصفور ولغة الإشارة، إنه تطرحوا هذا الشيء يدرس لطلاب الإعلام؟ نعم. اللي هي أكثر شيء راح يكون مع المتطلبات، بما إنه إحنا بدنا ندرب على الإشارة بشيء، ليش ما يكون بمنهاج طلاب الإعلام منهاجهم هذا الموضوع للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؟
اول اصلا يعني عفوا يعني يكون هذا ضمن منهاج، هذا يكون الاتفاق مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. هلا هذا في يكون مع وزاره التعليم العالي او بالاتفاق عن طريق دورات مع الجامعه نفسها بالضبط، نعم نعمل كمسار او جزء نعم الدورات. هلا اذا بدنا نفوت على موضوع التعليم العالي رح تاخذ البروسيجرز عندكم، بتعرفوا قديش وقت وبدها موافقات وبدها الى اخره، ولكن اذا احنا كمجلس مع بالاتفاقيه اللي رح نوقعها بعد قليل مع الاستاذ سامر مع المركز، نعم، عملنا اتفاقيه مع الجامعات لتدريسهم وتدريبهم ما عندنا مشكله. اكيد هذا محطوط ضمن الخطه. واذا بترجع قبل شوي حكينا عن استحداث اول مركز اخباري لتدريب طلبه الصحافه والاعلام، انا بقرا لك اياه قراءه، على لغه الاشاره، تدريب الطلبه على لغه الاشاره وطلبه من ذوي الاعاقه السمعيه ايضا ندربهم. فاحنا الاتي هذه الاجابه موجوده رح نعملها ان شاء الله مع كافه الجامعات وبنستقبلهم بنستقبلهم عندنا. هيك بتفتحوا مجال للناس او الاشخاص او الطلاب اللي بده يدرس عنده رغبه عنده موهبه الاعلام يصير يدرس. صحيح. يعني ما بتصير اي اعاقه قدامه. ان شاء الله ما بيكون في اعاقه وان شاء الله بتكون هالاتفاقيه مثمره. وانا دائما يمكن اللي جرب المجلس واللي جرب شغلنا انا ما بحكي الا بنفع. لا طبعا طبعا الحمد لله. لا يعني تعريف. طيب تفضلي. يعني انا بقول قبل ما نقبل المجلس التعليم العالي بفهم كثير كثير وزاره التعليم والتعليم، يعني عندك المناهج اللي من وزاره التعليم والتعليم مقرره للصفوف الابتدائيه هي نفسها تبعيد الصوم، هي نفسها تبعيد نعم صحيح اللي ما عندهاش اي عقل. طبعا الطفل الاصم يحتاج 3 سنوات كامله حتى يجتاز السنه الواحده من التعليم العالي لسنه دراسيه واحده. يحتاج 3 سنوات بدون فعلا يحتاج 3 سنوات يعني. فانا يعني كثير اقترحت عليه انه لازم يكون في منهاج مخصص لهذول الناس حتى يجتازوا السنه الدراسيه مش سنه دراسيه عادي. لانه كثير في حشو مثلا في المواد. بدل ما انا اضغطهم كثير كثير اضغطهم واعطيهم حتى هم يجتازوا الترسل فبكون هو اصلا يعني طالب ضعيف. حتى لما يوصل الثانويه العامه هو بكون كثير ضعيف، ولما يوصل على الجامعه بكون معلش هو مشي برضه بكون ضعيف، ما بكون مهيئ انه يدخل المجال العملي بحيث انه هو يعني يشوف طريقه صحيحه بشكل صحيح 100%، ما بكون مهيئ او مؤهل. لازم يكون تدريب مكثف جدا جدا سواء من الاهالي او من جهات يعني ممكن تكون داعمه حتى هو يقدر يستمر ويثبت وجوده مثله مثل اي شخص ثاني. للاسف الشديد انا اتمنى على وزاره التربيه والتعليم انها تعيد النظر بالمناهج الدراسيه ماشي. احنا بالنسبه للموضوع هذا يعني هي وزاره التربيه والتعليم بالنهايه بالثانويه العامه حاذفه شويه مواد للاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه، بس احنا دائما بنحكي افضل حل للمشكله مواجهتها. يعني لما يكون في عندنا مشكله بدنا نواجهها عشان نحلها. المشكله ما بنقدرش نحكي انه المنهج هو الغلط. انا ممكن الشخص الاصم نفسه اثقبه او اعيه. حاليا احنا طرحنا دورات مختصه للصم فقط اللي هي تدريب عربي وانجليزي، لانه هم عندهم مشكله في القواعد. انا مجرد ما عدلت القواعد صار يمسك كتاب صار يقرا صارت اموره تمام. فاحنا بنواجه هاي المشكله بنحلها عشان هو لما يندمج مع المجتمع المحلي ويفوت يدرس في الجامعه ويمسك الكتاب يكون فاهم الكتاب شو مكتوب فيه. فاحنا نحل المشكله للشخص الاصم نفسه، فهيك انا بطل عندي في عندي اي عائق. اهم شيء انه يقرا ويكتب 100%. هلا هو بيقرا وبكتب الشخص الاصم، احنا ما بنحكي انه الشخص الاصم ما بيقرا وبكتب بس 100%. هلا هو له قواعد خاصة فيه. هلا يعني احنا الأشخاص الصم لما بدهم يقرأوا ويكتبوا هم بيكتبوا قواعد خاصة فيهم، يعني هو بكتب لغة إشارة زائد لغة بكلمات لغة عربية تمام. فاحنا حاليا عم نشتغل على هذا الموضوع انه نعلم الأشخاص الصم كيف بدهم يحكوا عربي تمام، كيف بدهم يكتبوا عربي، كيف بدهم يقرأوا عربي، اللغة العربية الموجودة فعليا عشان يصير يبعث لك مسج يكتب لك إياه زي ما أنت بتقرأي. هم يعني الآن بعده مكسر. لسه مكسر. شوفي الطالب الاصم او الاصم بشكل عام برضه عنده شويه تركيز بيكون محتاج لعنايه اكثر وقت التدريب. طبعا هي معلومه من سامر انا بتشغل لانه لما بلشنا نشتغل على موضوع المركز قرات وسمعت منه واخذت معلومات، وانا من النوع اللي بحب اسمع وبحب اعرف حتى نعرف وين رايحين ونعرف كيف نشتغل على هذا الموضوع. معلش منهم ما بكون عندهم يعني مساعد سمع سماعات، فهي تكون بطء جدا كثير كبير للتعلم، هاي كمان شغله
يعني اسمحوا لي انا اعرض لكم شغله بصراحه. هاشم بعد اذنك اذا تسمح لنا. احنا في عندنا الشاب اسمه هاشم، طبعا هاشم اصم ناطق، تمام. هاشم هو فعليا اصم، اهله تحدوا هاي الاعاقه، رفضوا انه يحكي لغه اشاره، خلوه يصير ناطق. هلا هاشم بلبس سماعاته وبيحكي، انت بتواصل معه بتحكي معه طبيعي، فيش عنده اي مشكله، بس بشرط واحد انه هو يكون شايفك، انه هو بده يقرا الشفاء، تمام. بس هو قادر انه يعني قادر يتواصل معك، مش حتشوف عنده اي مشكله. بنت صاحبتي زرعت قوقعه، بالاول كانت تقرا الشفايه، بعدين مع القوقعه صارت انها زبط، ويعني بس لازم يكون فيها تقوية معينة، وزي كاشي ما شاء الله، وجابت التوجيهي ما دمجوا بتعرفي 80 أو 83 وهي بالجامعة، لأنه برضو ذو الإعاقة يعني صاحبتي كانوا بيعطوهم من مواد معينة 100% بالثانوية العامة، فقدرت تجيب معدل وهي ما شاء الله بالجامعة أبدا بتشوفها بتحكي معها. صد حسام؟ أنا حسام عاطل غنان تعليم. بالبداية رح نبلش مع طلبة الصحافة والإعلام. خريجين طلبة. خريجين نعم. هلا أي واحد يجي يقول لك إذا كان مؤسسة إعلامية أو مؤسسة صحفية بتقدم لنا هون للمجلس، مجلس الوحدة الإعلامية العربية، ونحكي مع المركز بتأهل للتدريب، بنشوف حاجتهم، إما بدم تدريب أحد كوادرهم يكون عنده دائم، أو بصير تزويده عن طريق المركز، بنحكي مع المركز إنه هذا المكان بحاجة لهدول مش أي شخص بده يتدرب. لا أي شخص بده يتدرب ما في مشكلة. أي شخص طبعا ما في أي مشكلة. إحنا غير صحاب وعلم. غير صحاب وعلم. إحنا المركز أستاذ حسام. أستاذ حسام. إحنا اليوم كمجلس عم نوقع اتفاقية مع مركز مستقل. هو إلهم بيدربوا ناس كتير. عرفت بيدربوا ناس اللي بده يجي عندهم بشكل مستقل بيجي بيتدرب عندهم. ملوش علاقة بالصحافة والإعلام. يعني ملوش علاقة. طبعا. لا لا لا. يعني لا عنده نقابة ولا له علاقة بالصحافة والإعلام ولا إشي. طب كيف بدك تدرب واحد على الصحافة والإعلام أربع أشهر ولا شهرين؟ هاي بتكون شغلة مع المجلس بيننا إحنا والجامعة. احنا والجامعة بنعمل دورات للطلاب على الصحافة والإعلام، إيجاد فرص عمل جديدة للطلاب. عرفت في لغة الإشارة. بينما اي شخص مش صحافي وإعلام بيجي على المركز عادي بيتدرب، هم بيعطوا دورات اوريدي بيدربوا باهله لناس لمؤتمرات لشركات خاصه لشركات حكوميه ما عندهم مشكله. احنا بناخذ هلا 100% احنا اعلامي، عشان هيك اي سؤال اعلامي انا بجاوب، اي سؤال بحسه مش اعلامي بقول له استلم. هلا بالنسبه لموضوع التدريبات، مركزنا مش بس مختص لغه اشاره، احنا فاتحين جميع انواع التدريبات. موجوده بشكل عام، اي حدا بيحب ياخذ اي تدريب احنا التدريب موجود ومفتوح لاي شخص، بس كلغه اشاره احنا اختصينا فيه لانه ما فيش اختصاص، يعني في الاردن كلها او في الوطن العربي فيش مركز مختص بلغه الاشاره، فاحنا اختصينا بلغه الاشاره. بس بالنسبه لباقي الدورات، دورات موجوده، واي شخص بيحب ياخذ اي دوره حسب اي دوره. طبعا هلا كل دوره لها مده معينه، لها كوست معين. الاعلاميه التكاليف الماليه ما لهاش تكاليف، احنا بنعملها كتعاون بالضبط، عرفت؟ ولكن كمجلس كمركز لحال ما لنا دخل فيه. احنا جاي نحكي اليوم احنا عن خدمات احنا عم نشتغلها. انت بتحكي عن عشان ما يصير في خلط، عشان ما يصير في خلط وصدق. واي سؤال انا جاهز فيه؟ ضل سؤال؟ انا في بس تنقيب بالنسبه لهاشم، طبعا انا وحيد، بس موضوع هاشم عشان هو وصل، يعني انا ليا صديقه محتاجه تكنولوجيا عاليه جدا عشان تحكي التليفون، لازم لا هلا انا احكي لك، بعرفش اذا انا اجاوب ولا انت تجاوب. هلا هاشم عم تحكي لك هي انه لازم اذا بدك تحكي مع اي شخص تفتح فيديو كول. خطأ لأنه في عندك تأهيل سمعي، تأهيل النطق.
فاحنا بنتعب كتير بناخد اعصابنا عشان نفهم نقط التخاطب. فعشان هيك يعني موضوع مش موضوع بس انه عندنا ناخد ان شاء الله موضوع النقط. والفيديو كول هات التوجهية اللي بتحدد يعني كيف تعمل سيارة او اشياء تكنولوجيا اللي انت بتحتاجيها. فموضوع مش موضوع صار بس موضوع هي موضوع التأهيل والتركيز والمتابعة مبكر وتحل كل المشاكل اللي ممكن تواجهها المستقبل. ان شاء الله. يعطيكم العافية. إن شاء الله عليها. بس معلش رح نوقع اتفاقية سريعة أنا وهو. معلش لأنه بنتفاهم جداً. هي أهم طبعاً. وهي الأهم اللي جايين عشانها. بسم الجامعة بتاعت اللغة عطا مدة 4 سنين في واحد يعني بس هم مش هتلاقيهم بس